العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم أبناء الطلاب، طلاب الصف الثاني الثانوي، في أول لقاء يجمعني معكم إن شاء الله بإذن السميع العليم. تكون يعني فترة موفقة وعام دراسي وفصل دراسي يعني مليء بالتفوق بإذن الله تعالى. موضوعنا اليوم هو أول درس من دروس النحو، وهو أسلوب التعد. وقلنا قبل ذلك أبناء الطلاب، عندما يتصدر العنوان بكلمة أسلوب، إذن فأنا أمام تركيبة ثابتة لإعراب لا يتغير. يعني أسلوب، كلمة أسلوب تحوي أنني أمام تركيبة. التركيبة فيها أداة وفيها مقدمة للموضوع وفيها متعجب منه، في أسلوب تعجب، أسلوب الشرط، أداة شرط، فعل شرط، جواب شرط، أسلوب الاستثناء، أداة استثناء، مستثنى، مستثنى منه، كذلك أسلوب التعجب. وفي كلمة التعجب، هذا عن كلمة أسلوب. أما كلمة التعجب، فنقف معا أبناء الطلاب، ما الفرق بين التعجب والإعجاب؟ من يجتهد معي. التعجب إحساس بالدهشة نتيجة حدوث فعل بشكل أو بطريقة غير متوقعة. أما الإعجاب فهو استحسان نتيجة فعل صادق أو نتيجة فعل مستحسن محبوب لدى النفس. نوضح أكثر، أنا أعجب، لا أعجب إلا بما هو محبب لي وبما هو إيجابي. يعني نعجب بالصدق، يبقى أنا بحب الصدق، والصدق حاجة كويسة. ولكن التعجب هو إحساس بالدهشة نتيجة أن الفعل حدث بشكل غريب شوية، غير متوقع، بصرف النظر أنا أحب هذا الفعل أم لا، أو أن هذا الفعل يعني إيجابي أو سلبي. يعني أنا أعجب بالصدق ولكنني أتعجب من الصدق ومن الكذب. ينفع؟ يبقى التعجب إحساس بالدهشة نتيجة فعل حدث بشكل غير متوقع أو بشكل غير عادي، غير معتاد. يعني هذا عن أسلوب التعجب. التعجب ينقسم إلى قسمين، التعجب رد فعل الإنسان حيال اندهاش حدث له لأمر غير متوقع، يحدث بطريقتين، التعجب بطريقتين، تعجب بطريقة قياسية وتعجب بطريقة سماعية. يعني إيه سماعية ويعني إيه قياسية؟ التعجب القياسي هو ما جاء على صيغة معينة بإعراب ثابت، هنشوف دلوقتي اللي هو زي ما أجمل السماء، ما أجمل العلم، أو ما على وزن ما أفعل، له وزن ثابت، له قياس نسير عليه. أما التعجب السماعي فهو لا قاعدة تحكمه، ولكنه كلمات مطلقة بدون قاعدة يفهم منها أن الشخص الذي يتحدث أنه مندهش أو متعجب أو متعجب. واحد يشوف حاجة يقول مثلا يا هذا أمر غريب، كلمة النداء المطول هذا يا، آخر يقول الله، واحد يكرر نفس الفعل الذي حدث أمامه، يقول مثلا يا لله، يا لروعة الطبيعة، نداء التعجبي، يا له من منظر جميل، نداء تعجبي. ولكن أسلوب التعجب القياسي يأتي على وزنين، تعالوا نشوف كده مع بعض نوضح أكثر اللي احنا قلناه. أسلوب التعجب ينقسم إلى قسمين، تعجب سماعي وتعجب قياسي. تعجب سماعي وتعجب قياسي. تعجب السماعي عندما نقول يا لروعة الطبيعة مثلا، يعني نداء التعجبي، يا لروعة الطبيعة مجرور، أو يا له من منظر جميل، يا له من منظر، أو أي صيغة سماعية أخرى. أما التعجب القياسي فينقسم إلى قسمين، أو يأتي على صورتين، اللي هو ما أفعل، وهنا يأتي المتعجب منه، علامة التعجب هي علامة الترقيم واحد وتحت منه نقطة، أو أفعل بي، أفعل بي، تعجب. يبقى أنا قدام في التعجب القياسي أمام صيغتين، ما أفعل وأفعل بي. ناخد مثال على كل واحد، ما أجمل العلم، وهنا أجمل بالعلم، ما أجمل العلم وأجمل بالعلم، ما أجمل السماء أجمل بالسماء. عاوزين نشوف إيه هو الإعراب الثابت لأسلوب التعجب القياسي، اللي هو ما أفعل أو أفعل بي. الإعراب الثابت، أولا نتكلم على إعراب ما أفعل. لو قلنا مثلا ما أجمل السماء، ما أجمل السماء، الإعراب الثابت لهذه الصيغة كالآتي، ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، ما تعجبية مبنية على السكون في محل رفع ماذا؟ مبتدأ. أجمل فعل، يبقى ما مبتدأ، أجمل فعل ماض مبني على الفتح، هنا الفاعل ضمير مستتر
تقديره هي يعود على المتأخر اللي هي السماء. السماء إعرابها مفعول به متعجب منه. والجملة الفعلية التي تتكون من أجمل السماء جملة فعلية في محل رفع خبر لمين؟ خبر للمبتدأ اللي كنا بدأنا به الكلام. يبقى هذه مبتدأ وهذه إيه؟ خبر. هذا إعراب ثابت لا يتغير. ما أحسن الولد، ما أفضل العلم، مبتدأ فعل ماضي مفعول به والجملة الفعلية خبر. إعراب ثابت لا يتغير، مبتدأ فعل ماضي مفعول به، الجملة الفعلية خبر. طيب عندي بس ملحوظة يعني مهمة عشان أبنائنا الطلاب لا يلتبس عليهم يعني صيغة التعجب. كلمة أجمل اللي هي صيغة أفعل، يعني مش كل أبناء الطلاب ما لاقي صيغة أفعل في الأسئلة قدامي يبقى أنا قدام أسلوب تعجب. لا طبعا، لأن أسلوب التعجب زي ما أنتوا شايفين ليه شكل ثابت وليه صيغة. فأنا لو قلت مثلا إيه أحسن الولد إلى صديقه، لو نفيت هذا الكلام ما أحسن الولد إلى صديقه، بصوا معايا المثال ده كده، ما أحسن الولد إلى صديقه. ما أحسن الولد إلى صديقه يعني صديقه ما أحسنش، الولد ما أحسنش لصديقه. هذه الصيغة تختلف عن هذه الصيغة، يبقى دي مش تبعنا، هذه مش تبعنا. ولو قال أحسن الولد إلى صديقه من غير ما، برضو هذه صيغة بعيدة عن التعجب. طيب لو قلنا مثلا الولد أحسن طالب، أحسن هذه أفعل التفضيل وهذه اسم وهذه لا علاقة لها بكلامنا، يبقى أنا بحاول أبعد عن الأشكال أو الصيغ التي تأتي عليها صيغة أفعل بشكل يعني قريب جدا من صيغة التعجب. يبقى دي هذا المثال ليس تعجبا وهذا المثال ليس تعجبا. مثال آخر قد يلتبس على كثير من الطلاب، ما أحسن الولد الأخلاق مثلا، لو هو عشان ده سؤال ايه احسن حاجه في الولد. طب هنا الاعراب يبقى ازاي؟ ما اداه استفهام مبنيه في محل رفع خبر مقدم. دايما لما نحب نعرف اداه الاستفهام نجاوب السؤال، والموقع الاعرابي للاجابه هو اعراب الاداه. كرروا المعلومه دي كويس جدا وحاولوا تفهموها. يعني بصوا ابناء الطلاب لما اقول ايه متى الرحله، متى تعرب، ما اعراب متى؟ تعال نجاوب السؤال كده، الرحله بعد اسبوع، بعد اسبوع دي تقع خبر، يبقى متى اسم استفهام مبني على الفتح في محل رفع خبر مقدم. كيف حضر محمد؟ جاوب السؤال كده، حضر محمد راكبا، راكبا تعرب حال، يبقى كيف اللي جت في بداية السؤال، كيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال. طب كيف وجد الطالب العلم؟ جاوب السؤال كده، كيف تعرب ايه؟ لا مش هتعرب حال، اللي بيقول حال. تعال نجاوب السؤال كده، وجد الطالب العلم نافعا، نافعا تعرب ايه؟ مفعول به ثاني. يبقى كيف اللي بدأت بها الاستفهام مبني على الفتح في محل رفع محل نصب مفعول به ثاني. كذلك في هذا المثال نرجع لمثالنا، ما احسن الولد، أحسن هذه خبر مقدم، وأحسن صيغة التفضيل تعرب مبتدأ مؤخر والولد مضاف إليه، وهذه الصيغة ليست من صيغ التعجب. يقال إن سيبويه وهو ماشي مع بنته يعني قالت له يا أبتي ما أجمل السماء، قال لها النجوم، قالت له يا أبتي أنا ما سألتك عن أي شيء جميل في السماء ولكنني أتعجب لك من منظر جمال السماء، قال لها إذن يا ابنتي فقولي ما أجمل السماء. ده حتى كتاب سيبويه الكتاب في النحو أول باب بدأ به هو باب التعجب، لأنه فيه يعني تشابه بين أسلوب التعجب وأسلوب الاستفهام. طب هذه عن هذا الذي أنا قلت عن صيغة ما أفعل اللي هو ما أجمل السماء. طب لو جينا نعرب الصيغة الثانية اللي هي أجمل بالسماء، شوف كده مع بعض، أجمل بالسماء. لو ناخد بالنا من الإعراب أنا ما بقولش أجمل، أنا بقول أجمل بالسماء. أجمل اللي على وزن أفعل، فعل ماض جاء على صيغة الأمر، يعني إيه؟ يعني معناه ماضي، معناه ماضي ولكن صيغته أمر. تحس إن أنا بأمر، أجمل أحسن أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا. أجمل وأسمع وأحسن هذه صيغة أمر ولكن معناها ماضي. يبقى أنا باخد صيغة التعجب الثانية اللي هي أجمل بالسماء وأفعل به، فعل ماضي جاء على صيغة
الأمر، تمام أبناء الطلاب؟ طب بالسماء، أنا بس عاوز أقول حاجة في موضوع إعراب بالسماء، ركزوا معي أبناء الطلاب. حروف الجر في اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، حروف جر أنا يعني هتكلم على حاجة تحس إنها ملاش علاقة بالتعجب، وهنرجع نشوف اللي أنا بقوله ده علاقته إيه بأسلوب التعجب. حروف الجر نوعان، حروف جر أصلية وحروف جر زائدة. في طبعا الزائدة في كمان حاجة ثالثة اسمها شبيه بالزائد، بس ده مش موضوعنا يعني. حرف جر أصلي وحرف جر زائد. طب حرف الجر الأصلي نفرق بينه وبين الزائد إزاي؟ وإيه هي حروف الجر الزائدة؟ هو أنا أبناء الطلاب أحبائي من يسمعني الآن، أنا ما عنديش حروف جر أصلا يعني بتيجي على طول زائدة، لا، هم حروف الجر اللي في اللغة العربية من فيه وعلى وإلى وبال، كل حروف الجر في اللغة العربية أصلية ما عدا عن ثلاث حروف ممكن يكون زائدة، يعني هم مش كمان زائدة على طول، هم من والباء والكاف. من والباء والكاف هم الثلاث حروف اللي ممكن يجوا زائدة، ممكن يجي حرف جر زائد، لكن مش كل ما الاقيه كمان اقول عليه زائد. اذا حروف الجر كلها اصلية ما عدا عن ثلاثة ممكن يجي زائد. طب وانا اعرفه ازاي لما يجي زائد؟ هو ليه مواضع، يعني كمان شوف الامور محددة ازاي، يعني من والباء والكاف هم بس اللي ممكن يجوا حرف جر زائد، وكمان ليه مواضع. طب ايه هي المواضع؟ المواضع زي خبر ليس، اليس الله بعزيز ذي انتقام، أليس الله بكاف عبده، كفى بالله، مواضع أهمها في أسلوب التعجب. أسلوب التعجب، يبقى صيغة أفعل بي هذه فيها حرف جر زائد، ودي وهذا الموضع موضع مهم ومشهور لوجود حرف الجر الزائد، تمام؟ يبقى حرف الجر المتصل بالسماء أو في صيغة أفعل بي ده حرف جر زائد من المواضع المحددة. كلام جميل. طب أنا أبناء الطلاب لما أجي أعرب أنا كطالب دلوقتي يفرق معايا إيه؟ اولا انا قبل ما اقول الاعراب يعني ايه زائد، يعني ينفع يتحذف، ويعني ايه اصلي ما ينفعش يتحذف. طب ناخد مثال كده، اكل الولد في البيت، ما ينفعش نقول اكل الولد البيت، يبقى ده حرف جر اصلي ما ينفعش يتحذف، لكن حرف الجر الزائد ينفع يحذف ويستقيم الكلام بدونه. فعندما اقول اجمل بالسماء ينفع نقول اجمل السماء. طب عندما نقول اليس الله بعزيز ذي انتقام، ينفع في اصل اللغه نقول اليس الله عزيزا ذا انتقام، ينفع. طبعا غيرت انا من ذي لذا، عشان غيرت عزيزا خليت عزيز. طب كفى بالله شهيدا، كفى بالله، ينفع نقول كفى الله شهيدا، يبقى ده حرف جر زائد. ما من احد منا، يعني ما احد، ما منا الا له مقام معلوم، يعني ما احد، حرف جر زائد. ناتي الى السؤال الاخير، هو ما الفرق في اعراب الاسم الواقع بعد حرف الجر الزائد واعراب حرف الجر الذي يقع، واعراب اسم الاسم الذي يقع بعد الحرف الجر الاصلي؟ الفرق واضح. ازاي؟ حرف الجر الاصلي ما بعده يعرب اسم مجرور، تمام، وحرف الجر الزائد ما بعده يعرب محلا كانه ما فيش حرف جر. ازاي؟ بصوا كده المثال ده معي ابناء الطلاب، لما اقول كفى بالله شهيدا، كفى بالله، لو انا حذفت الباء هنقول كفى الله. طب لفظ الجلالة من غير حرف الباء يعرب ايه؟ يعرب فاعل مرفوع بالضم. طب لفظ الجلالة يعرب ايه بوجود حرف الجر الزائد؟ هنقول بالله، هنقول اعرابه اسم مجرور لفظا فاعل مرفوع محلا. يبقى هو ليه ايه؟ ليه اعراب محل وليه اعراب ظاهر. ظاهره الكسر، لكن في الحقيقة هو يعرب ايه؟ فاعل مرفوع محلا. طب هو ايه الاصل؟ كونه حرف اسم مجرور ولا كونه فاعل؟ او كونه فاعل، يعني ينفع انا في اعراب كفى بالله هذه، ينفع لما نيجي نعرب لفظ الجلاله اقول ايه؟ بدل ما اقول اسم مجرور لفظا فاعل مرفوع محلا، ينفع نقول ان كلمه لفظ الجلاله فاعل مرفوع محلا، فاعل مرفوع محلا، تمام. تعالوا نطبق هذا الكلام على المثال الذي معنا اللي هو ايه؟ اجمل بالسماء. انا لو قلت اجمل السماء، السماء صارت فاعل ووجود حرف الجر الزائد، حرف جر زائد، يبقى السماء دي تعرب ايه؟ لها ثلاث صيغ، هو اعراب واحد بثلاثة صيغ، تمام؟ بثلاثة ايه؟ صيغ. انا هاخد الاسهل فيهم، تعال نقول الثلاث صيغ كده. الصيغة الاولى، ركزوا معي ابناء الطلاب، هقول ايه؟ اسم مجرور لفظا حرف الجر الزائد فاعل مرفوع محلا، تمام؟ هذه صيغة،
الصيغة الثانية السماء فاعل مرفوع بالضمة المقدرة اللي المفروض تبقى هنا، يعني منع من ظهور الضمة حركة الكسر المناسبة لحرف الجر الزائد. أنا بقول واحدة واحدة، ينفع نقول على السماء فاعل مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل اللي هو المفروض تظهر عليه الضمة اللي هو الهمزة بحركة الكسر وحركة الجر المناسبة لحرف الجر الزائد. أدي إعرابين، الإعراب الأسهل اللي هنمشي عليه اللي أنا هكتبه دلوقتي إن السماء هذه فاعل مرفوع محلا بس وتسكت. طب ما أنا قلت الباقيين دول ليه؟ عشان تبقى فاهم كلمة فاعل مرفوع محلا دي جت ازاي. طيب كلام جميل، يبقى انا قدام صيغتين اجمل بي وما والمتعجب منه يعرب فاعل مرفوع محلا، او ما اجمل السماء مثلا والسماء تعرب مفعول به ده هذا كمتعجب منه. عندنا مشكلة صغيرة قبل ما نبدأ نحل، مشكلة صغيرة في مضمونها لكن هي ممكن تطول شوية كفكرة. يعني ايه بقى النقطة دي؟ ايه هي ما هي شروط الفعل الذي نأتي منه بصيغة أفعل؟ يعني ايه؟ انا هقول الفعل، هقول الصيغة وحضرتك هات الفعل ساعدني يعني ونعكس يلا كده مع بعض. أحسن حسنة، ها يبقى أجمل، برافو عليكم أبناء الطلاب اللي متفاعلين معايا. أحسن حسنة، أجمل جملة، أصغر صغرة، أكبر تمام. تعال نعكس كده يلا مع بعض نشوف الدنيا تمشي إزاي. ها قوية أقوى تمام، ها عظمة ها أعظم، فضلة ها أفضل. طب استخرج، وقفنا إيه استخرج؟ لا اللي بيقول كده غلط. طب يكافأ، ما ينفعش. طب لون أزرق، أقول إيه ما أزرق؟ إيه يعني ما أزرق؟ طب ما تفني هلك. إذن أنا عندي شروط لابد أن تتحقق في الفعل اللي لازم أجيب منه صيغة أفعل. يا ترى إيه هي الشروط دي؟ الشروط دي تعالى نقولها مع بعض كده شفوي وبعدين نطبقها مع بعض وبعدين نراجعها تاني. تمام، الفعل حاسونا أجيب منه أحسن، صغر أصغر، جمل أجمل، كبر أكبر، لكن استخرج ما ينفعش، يكافأ ما ينفعش. إيه بقى شروط الفعل اللي أعرف أجيب منه صيغة أفعل؟ كل الشروط اللي هقولها دي تنطبق على الصيغ اللي أنا عارف أجيب منها صيغة أفعل، اللي هي حسنة مثلا، صغر جمل كبر، يكون معايا كده ماضي حسنة، ثلاثي ثلاث حروف، متصرف يعني ما يكونش جامد. وايه هي الافعال الجامده في اللغه العربيه؟ جميع افعال اللغه العربيه يجي منها ماضي ومضارع وامر الا ست افعال، عسى وبئس وليس ونعمه وحبذا ولا حبذا، دول ما يجيش منهم مضارع مش يتعجب منهم. يبقى ثلاثي ماضي، متصرف، مثبت يعني يكون حصل ما يكونش منفي، تام يعني ما يكونش من اخوات كان، جميع افعال اللغه العربيه تامه ما عدا عن كان واخواتها، اصبح وامسى وظل وبات وصار. طيب مبني للمعلوم، زي ما يبقاش مثلا ضرب وفهم، يعني يكون معروف من الفاعل، يكون لا يدل على عيب ولا لون، المذكر منه أفعل والمؤنث فعلاء، يعني ما ينفعش نقول أزرق زرقاء وأحمر حمراء، وفيما يخص العيوب والألوان العيوب أحور حوراء وأعرج عرجاء، ما ينفع. كلمة أزرق صفة للمذكر مؤنثه زرقاء، لكن كلمة أفضل مش صفة للمذكر، يعني المؤنث من أفضل مش فضلاء، أفضل فضلة ده المؤنث بتاع صيغة أفعل ده مثلا يعني. طيب تمام، يبقى وإحنا قلنا ثلاثي مثبت متصرف تام مبني المعلوم، ليس الوصف منه على وزن أفعل فعلاء. آخر حاجة بقى غير قابل للتفاوت. هو يعني إيه غير قابل للتفاوت؟ جميع أفعال اللغة العربية أبناء الطلاب قابلة للتفاوت ما عدا عن ثلاث أفعال وما هو على معناهم. أولا يعني غير قابل للتفاوت، يعني قابل للتفاوت اصلا يعني بيحدث على درجات. هات كده اي فعل في اللغه العربيه، افتكر معايا كده اي فعل، ضرب، فهم، سمع، شرب، اكل، نام، اي حاجه. انا لما اقول مثلا ذاكر، هل في حد معين للمذاكره ولا ده نسبي متفاوت يختلف من شخص لاخر؟ نسبي. كذلك اكل، شرب، سمع، نام، استيقظ، كل الافعال. ولذلك مثلا ايه، هذا ذاكر، ده ذاكر، وده ذاكر اكثر منه، وده ذاكر كثيرا، تمام ينفع. مثلا الفعل مثلا اكل، هذا أكل، وهذا أكل أكثر منه، وده أكل كتير. لكن في ثلاث أفعال وما هو على معناهم في اللغة العربية غير قابلين للتفاوت، يحدثون على درجة واحدة لا تفاوت فيهم، يا حصل يا ما حصلش. أشهر فعل وأفضل فعل وأقوى فعل في ذلك مات. الفعل مات هو الموت، ليه درجات أبناء الطلاب، وهو ولا هو يا حصل يا ما حصلش، هو يا حصل يا ما حصلش، ما لهوش درجات. ما فيش حد مات والتاني مات أكثر منه والتاني مات جدا، إيه مات جدا ما ينفعش. تمام، كذلك مات وفني وهلك وولد وحي وعاش، ما هو على يعني شاكلة هذه الأفعال، لكن أشهرهم عشان ما نصعبش الأمور على نفسنا مات وفني وهلك. طب هذه الأفعال كلها لابد أن يتوفر، لو فقط شرط واحد من هذه الشروط الثمانية اللي أنا قلتهم، نقولهم سريعا كده تاني، ماضي، ثلاثي، مثبت، متصرف تام، مبني المعلوم، غير قابل للتفاوت، ليس الوصف منه على وزن أفعل مؤنثه فعلاء، لو فقط
الفعل شرط واحد من هذه الشروط، ما ينفعش اجيب منه صيغه تعجب اطلاقا، لكن ينفع نستخدمه في التعجب بحيث ان انا اجيب له فعل مساعد. زي استخرج، ما ينفعش اقول ما ايه ما تجيش، ما ينفعش اجيب صيغه افعل، فنعمل ايه؟ نحط فعل مساعد، ما زاد فعل مساعد زاد مصدر الفعل اللي انا مش عارف اجيب منه صيغه افعل. زي ايه؟ ما اكثر استخراج البترول، ده مصدر صريح على فكره، خدنا المصادر المفروض في الفصل الدراسي الاول، وممكن يبقى مصدر مؤول ان زائد الفعل. ما اكثر استخراج البترول او ما اكثر ان نستخرج البترول. قس على ذلك اللي هو مثبت ومتصرف، كل ده هناخد امثله عليه بفعل مساعد ما عدا عن، انا قلت متصرف لا، ما عدا عن الفعل المتصرف لما يفقد شرط التصرف الفعل الجامد والفعل غير قابل للتفاوت، يعني مات وفني وهلك، مات وفني وهلك وما على معناه، وعسى وبئس وليس ونعمة وحبذا ولا حبذا. الأفعال التسعة دول ما ينفعش يستخدموا في التعجب أصلا، لا بطريقة مساعدة ولا غير مساعدة. وبالمنطق للي فاهم معنى الدرس أصلا أسلوب التعجب، ما هو التعجب إن أنت بتندهش من فعل حدث بشكل غير معتاد، وبما إنه الأفعال اللي أنا قلتها دي لا تحدث إلا على شكل واحد، إذا لا عدم اعتياد فيه، يعني هو عسى بس، هو نعمة وبئس وليس وحبذا بس، هو مات بس، فني هكذا يعني. اتفقنا؟ لكن لو فقط شرط غير الشروط دي ينفع نجيبها باسلوب اخر، وهو الطريقة الغير طريقة غير مباشرة، طريقة اسمها مساعدة، اسمها طريقة بواسطة. يبقى لما اقول ما اجمل السماء، هذه طريقة اصلية مباشرة بدون واسطة بدون مساعد. لكن لما اقول ما أجمل التقدم، يبقى التقدم هنا من الفعل تقدم، هنا بفعل مساعد. وهنا عاوز برضو قبل ما أبدأ أراجع الدرس مرة تانية، عايزين نقف شوية بس عند ملحوظة أو أكثر في ما قلت. أنا لما أقول هذا المثال الذي بين يدي، ما أجمل التقدم، ولما أقول برضو ما أجمل السماء، ما أجمل التقدم وما أجمل السماء، أسلوب تعجب، أسلوب تعجب. أين ما التعجبية؟ نعم، ما التعجبية؟ ركزوا معي عشان نسأل سؤال دلوقتي للناس اللي فاهمة. ما تعجبية؟ أجمل، يبقى ما هذه تعجبية، أجمل اسمها فعل التعجب. سؤال للفائقين، التقدم والسماء ده متعجب منه اللي هو يعرب مفعول به، وفيه هنا طبعا ضمير مستتر وفيه هنا ضمير مستتر. أنا عايز عندي سؤال بقى، الفعل المتعجب منه ده سؤال هكرره في آخر اللقاء، هيبقى سؤالنا اللي عايزين يجاوب عليه المرة اللي جاية، أنا مش هجاوبه. إيه هو بقى السؤال؟ عبارة عن إيه؟ لما أقول ما أجمل التقدم، أين الفعل المتعجب منه؟ أين الفعل؟ أنا مش بقول فعل التعجب، أنا بقول أين الفعل المتعجب منه؟ الفعل المتعجب منه في هذا المثال هو كلمة، هو الفعل جملة، جاملة. في هذا المثال ما أجمل التقدم، أين الفعل المتعجب منه؟ يبقى عايزين نفرق بقى أبناء الطلاب، أنا في صيغة التعجب عرفت ما التعجبية اهي بين إيدي، اهي فعل التعجب المتعجب منه، ما التعجبية فعل التعجب المتعجب منه، أين الفعل المتعجب منه في المثالين؟ الفعل المتعجب منه في هذا المثال جملة. يعني إيه الفعل المتعجب منه؟ يعني واضح كده أن أنا قلت لحضرتك تعجب من جملة، فقلت لي ما أجمل السماء. هنا ما هو الفعل المتعجب منه؟ ده السؤال اللي هنسيبه للقاء القادم إذا كان في العمر بقية وكنا من أهل الدنيا، واللي هيجاوب اللي هيقول لي إيه هو الفعل المتعجب منه لازم يقول إجابته مسببة، يعني الفعل المتعجب منه في المثال الأول يختلف عن الثاني ولا ما يختلفش، ولما يختلف ليه؟ في ضوء الشروط اللي احنا قلناها. نستعرض معا عرض لكل اللي انا قلته، تعالوا ابناء الطلاب الاحباء نلم الدرس كله مره تانيه بالعرض اللي معانا ونحل عليه كمان باذن الله تعالى. اسلوب التعجب كما نرى، اسلوب التعجب طبعا ابناء الطلاب هو الفعل المتعجب منه، وهو طبعا في فعل متعجب منه، في فعل التعجب، وفي المتعجب منه. طيب انا لما اقول دلوقتي في أسلوب التعجب، وهنشوف مع بعض العرض اللي بين إيدينا، أسلوب التعجب. المقصود بأسلوب التعجب كما قلنا إن هو اندهاش من أمر حدث بشكل غير معتاد، ولازم نفرق ما بين ما أجمل السماء زي ما أنا قلت، وما بين الأرض أجمل من السماء، الرجل أجمل الكلام، الرجل ما أجمل الكلام، ما أجمل السماء. هذه ليست أسلوب تعجب، ده أسلوب استفهام وأنا استعرضته من شوية. الأرض أجمل من السماء وده كمان مش أسلوب تعجب،
لأن ده أسلوب تفضيل. الرجل أجمل الكلام، هذه جملة اسمية، وأجمل يعني جمله، عكسها فصل، يبقى ده هذا أيضا ليس أسلوب تعجب. الرجل ما أجمل الكلام، يعني ده هذا نفي للأسلوب السابق، لكن ما أجمل السماء ده أسلوب التعجب اللي إحنا بنتكلم عنه، ودي طبعا ما التعجبية. برافو عليكم أبناء الطلاب اللي بيساعدوني. وأجمل فعل ماضي، والسماء مفعول به المتعجب منه. أسلوب التعجب كما نرى نوعان، سماعي وإيه تاني؟ وقياسي. والسماعي كما نرى يعني لله ضره فارسا، سبحان الله. ممكن الصيغة النبرة نفسها تحمل معنى التعجب، كأن أقول كيف تكفرون بالله، كيف ملأت الكوب في وقت قليل، كيف حضر محمد بهذه الطريقة. النبرة بيسموه التعجب النبري، أو اللهجة أو الصيغة أو السماع. القياسي كأن نقول ما أجمل أو ما أفعل أو أفعل بي، ما أجمل السماء أو ما أجمل القمر أو أجمل بالقمر، هذه سماعي وهذه قياسي. لو عاوزين نقف عند أسلوب التعجب، قلنا ما تعجبية كما قلنا في الإعراب، ما تعجبية مبنية في محل بمعنى شيء عظيم، مبنية على السكون في محل رفع مبتدأ، والتعجب واضح. أجمل بالقمر، أدي الإعراب الصيغة الأخرى، قلنا لو قلنا أجمل بالقمر، أجمل فعل ماض جاء على صيغة الأمر لإنشاء تعجب مبني على السكون، طبعا هذه صيغة الأمر دائما. الباء حرف جر زائد، والمتعجب منه القمر، فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، أو ينفع نقول فاعل مرفوع لفظا مجرور، فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، وينفع نقول الفاعل القمر دي نقول عليها فاعل مرفوع محلا، بس كده وخلاص، كلام جميل. شروط الفعل الذي يتعجب منه بشكل مباشر، أن يكون 8 شروط اللي قلنا عليهم، ماضي كما قلنا مش أمر ولا مضارع، يكون ثلاثي مش ارتفع ولا استعمل ولا استخرج، يكون غير دال على عيب أو لون، المذكر منه أفعل مؤنث فعلاء، كل الألوان زي أحول وحول وصفر أصفر عرج أعرج، يكون مثبت مش منفي، تام مش من أخوات كان، قابل للتفاوت يحدث على درجات يعني، ويكون مبني للمعلوم، ومتصرف ليس من أخوات كان. كل الشروط دي ينفع نتعجب منها بشكل بطريقة مساعدة وليست بطريقة أصلية، ما عدا عن شرطين مهمين جدا اللي هم إيه أبناء الطلاب، اللي هم غير قابل للتفاوت والفعل المتصرف. يعني لو جبت لي فعل غير قابل للتفاوت، أو لو جبت لي فعل جامد، دول لا يتعجب منهم بأي طريقة كانت. صوغ أسلوب التعجب، نأتي بالفعل ده من غير مستوفي للشروط، يعني لو واحد فقط شرط من الشروط اللي فاتت زي كلمة مثلا استخرج، استخرج مش هتنفع، فنأتي بما زائد فعل مساعد يعني زي ما أجمل، وناخد مصدر الفعل اللي أنا مش عارف أجيب منه صيغة أفعل، فأقول ما أجمل استخراج أو ما أجمل أن نستخرج. مثلا ارتفع، ما أعظم ارتفاع، عشان ارتفع مش هينفع نجيب منه، عشان ده مش ثلاثي، ده أكثر من ثلاثي، ما أعظم ارتفاع أو ما أعظم أن يرتفع، أعظم بارتفاع أو أعظم بأن يرتفع بأي طريقة. على فكرة الفعل الذي يقبل الشروط ينفع نجيب منه بطريقة غير مباشرة، يعني نقول ما أكثر جمال السماء، رغم أنه الفعل جمع لا ينفع نجيب منه بطريقة مباشرة أو مصدر مؤول. لو وقفنا عند الفعل لا يكافأ، لا يكافأ، طب لا يكافأ ده فقط كم شرط؟ فقط 4 شروط. إيه الأربع شروط دول؟ الأربع شروط دول إن هو منفي، ده رقم 1، مضارع، ده رقم 2، مبني المجهول أكثر من ثلاثي. يبقى فقط شرط رقم 1 منفي، رقم 2 أكثر من ثلاثي، أكثر من ثلاثي، مبني للمجهول، مبني للمجهول، وكمان ده جاي مضارع، يبقى لا يتعجب منه بطريقة مباشرة، لكن نقول زي ما المثال واضح قدامي إن أنا ممكن أقول ما أعجب ألا يكافأ، قولها تاني كده، ما أعجب ألا إيه؟ ألا يكافأ، ما أعجب ألا يكافأ، لا يكافأ، ما أعجب ألا، يبقى لا يكافأ، دي هي اللي إيه صيغة التعجب. طيب ناخد بقى تدريبات على أسلوب التعجب. أيا من الآتي من صيغ التعجب القياسية، تبارك الله وتعالى في قدرته، أنا عندي أسلوب التعجب القياسي صيغتين، ما أفعل وأفعل بي، تبارك الله وتعالى في قدرته، لا هي تعجب، لا هي ما أفعل ولا هي أفعل بي، مش هتنفع. ما أبهى شروق الشمس، وجايب علامة الترقيم هي التي تدل على التعجب، ما أبهى شروق الشمس، هي دي أسلوب التعجب. طب يا لجمال الزهر، هي دي تعجب؟ تعجب. طب ولله ضره، دي تعجب؟ كمان دي تعجب، ولكن الاثنين دول تعجب يا جماعة، تعجب سماعي وليس قياسي، يبقى أنا الإجابة رقم ب. ما المحل الإعرابي للمصدر المؤول في جملة ما أسوأ
أن تحتقر إنسانا. بالمناسبة أبناء الطلاب، بصوا معايا كده المثال ده، أنا لما أقول الولد ما أجمله، أو ما أجمله الولد، أو ما أجمل هذا الولد، أين المتعجب منه؟ المتعجب منه هو دايما الكلمة أو الضمير اللي لازقة في صيغة أفعل. يعني هنا المتعجب منه يا جماعة، هنا المتعجب منه ما أجمله الولد، ما أقولش الولد، لا، الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. الولد ما أجمله، كذلك هنا الهاء ضمير مبني في محل نصب مفعول به. طب ما أجمل هذا الولد، أين المتعجب منه؟ الولد؟ لا، اللي قال الولد مش موفق. أمال أين المتعجب منه هذا؟ والولد دي بدل. أمال هذا دي تعرب اسم إشارة مبني على الفتح في محل نصب، متعجب منه. طب لما نقول ما أجمل استخراج، تبقى استخراج متعجب منه، استخراج البترول. طب لو قلنا ما أجمل أن نستخرج البترول، برضو المصدر المؤول أن نستخرج إعرابه بالتفصيل، أن أداة نصب ونستخرج فعل مضارع، والبترول طبعا مفعول به اللي بيقع هنا هو، وأن نستخرج البترول على بعضها مصدر مؤول في محل نصب مفعول به متعجب منه. ولذلك في المثال اللي معانا ده، ما محل الإعراب المصدر المؤول ما أسوأ أن تحتقر إنسانا لفقره، أهو ده المصدر المؤول، أن تحتقر إنسانا لفقره في محل نصب، تمام، برافو عليكم أبناء الطلاب، في محل نصب مفعول به متعجب منه. طبعا هي مش فاعل لأن مش أفعل به، مش في محل رفع خبر لأن الخبر بيشمل معاه أسوأ، ومش في محل جر مضاف إليه. مثال آخر، ما إعراب المتعجب منه في جملة أحسن بشجاعة جنود الوطن؟ أحسن بشجاعة جنود الوطن، فين المتعجب منه؟ أحسن بشجاعة، إعراب المتعجب هو فين المتعجب منه أصلا؟ يا ترى جنود ولا الوطن ولا شجاعة ولا أحسن؟ اللي بيقول الشجاعة، برافو عليه أبناء الطلاب اللي بيفكروا معايا، شجاعة هذا متعجب منه. طب إعرابه إيه؟ دي صيغة أحسن بي اللي هو ما اللي هو أفعل بي، وقلنا أفعل بي أستحضر المعلومة قبل ما أدخل عشان أستبعد بعد كده. يبقى في نظام الاختيار المتعدد أبناء الطلاب، أنا دايما بستحضر المعلومة بعدين أستبعد، أستبعد الغلط. يعني فاعل مرفوع علامة رفع الضمة المقدرة، علامة رفع الضمة معلش، ولا فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا، ولا مفعول به مجرور لفظا منصوب محلا، ولا مفعول به منصوب على نصب الفتحة، طبعا دي غلط، مفعول به برضو دي غلط، وفاعل مرفوع على مترفع الضمة لأن هو ما فيش ضمة عليه، يبقى فاعل مجرور لفظا مرفوع محلا. السؤال اللي بعد كده، ننتقل لصيغة الأفعال اللي بتيجي في امتحانات آخر السنة، خذ ما استطعت من الدنيا وأهليها، لكن تعلم قليلا كيف تعطيها، ما أنظر الأغصان باكرها الحياة، فجلى وجوه الزهر وهي صباح. ما نوع ما في كل من البيتين السابقين؟ هم فين ما اصلا في البيتين دول؟ هم دول بيتين، عايزين نشوف انواعهم ايه، هم فين الاول تحديدا؟ خذ ما، ادي واحد، الثانيه ما انظر، تمام، هم فيش غيرهم اصلا في القطع في البيتين. طب خذ ما، يعني خذ الذي استطعت، يبقى اول واحد موصول. ما انظر الاغصان مفعول به دي طبعا، وانظر فعل التعجب، يبقى ده تعجبيه، يبقى الاجابه ايه؟ الاجابه دال، موصولة وتعجبي. المثال اللي بعد كده، ما نوع المتعجب منه في جملة ما أقبح أن تسيء ظنك بمن عاونوك؟ هو فين المتعجب منه أصلا هنا؟ أن تسيء ظنك، ما هوش كلمة واحدة، يبقى ده مصدر مؤول، برافو عليكم أبنائي الطلاب. مثال اللي بعد كده، حدد الجملة التي تحوي فعلا مستوفيا شروط فعل التعجب. الفعل اللي استوفى الشروط، ما عرف، انا من غير ما اكمل، ده منفي، مش هينفع. منفي. اصبح، ده من اخوات كان، برضو مش هينفع. توفي، اولا توفي ده مبني للمجهول، ثانيا ده غير قابل للتفاوت، مش هينفع. سعيد في الدنيا من امتلأ قلبه رضا، ينفع نقول ما اسعد، يبقى ده الفعل الايه اللي قابل للشروط، الاجابه دال. ما الموقع الاعرابي لكلمه جمالا في جمله ما ابهى الزهور جمالا؟ ما ابهى الزهور جمالا، دايما ما ابهى الولد علما، ولدا، ما احسن الصدق خلقا، دايما الكلمه دي يا جماعه بتعرب تمييز، ما هياش حال طبعا عشان مش مشتق، وما هياش نائب المفعول المطلق علشان مش من حالاته، ولا هي مفعول به عشان الزهور هي اللي مفعول به. ما اشد ازدحام الطرق ظهرا، يا ترى كلمه المتعجب منه في هذا المثال الطرق ولا ظهرا ولا ازدحام؟ انا قلت بعد صيغه التعجب على طول، يبقى ناخد كلمه ايه؟ ازدحام، يبقى هي دي الاجابه الصح. المثال اللي بعد كده، حدد المتعجب منه في جمله اكرم بالمعلم. هناخد البعد الباء، جميل ابناء الطلاب، يبقى ناخد كلمه ايه؟ المعلم، ده المتعجب منه. طب ما اكثر الناس في الرخاء وما اقلهم في الشده، علامه الترقيم المناسبه دي بعد ما اقول القول مش هتنفع، دي نقطه بعد ختم القول مش هتنفع،
كعلامة استفهام في السؤال مش هتنفع، يبقى هي علامة التعجب، واحد وتحت منه نقطة اللي أخدناها قبل كده. يبقى دلوقتي أنا عرفت إن أسلوب التعجب أبناء الطلاب استطعت إن أنا أجمع في ذهني أو في مخيلتي إن أسلوب التعجب أسلوب يتحدث عن الاندهاش أو التعجب أو الدهشة نتيجة فعل حدث بشكل فاقة الشكل المعتاد، لي صيغتين: ما أجمل السماء، وأجمل ما أجمل ما أفعل وأفعل به زي ما أجمل السماء وأجمل بالسماء. ما ننساش السؤال اللي احنا هناخده كواجب بسيط كده، يعني نحرك ذهننا فيه ونجيب عليه في مقدم الحصة القادمة بإذن الله. والسؤال أذكركم به كما نرى معا، أهو نبص تاني كده ونفتكر السؤال: ما أجمل التقدم، ما أجمل التقدم وما أجمل السماء، ما أجمل التقدم وما أجمل السماء. قلنا الفعل المتعجب منه في هذا المثال، الفعل المتعجب منه في المثال الثاني هو الفعل جملة. أين الفعل المتعجب منه في هذه الصيغة؟ وهو ده السؤال اللي هنجاوب عليه إن شاء الله في لقاء لاحق. إن كنا من أهل الدنيا أبناء الطلاب سعدت بكم وأرجو أن أكون قد أسعدتكم. لا تنسونا من خالص دعائكم. رحم الله والدينا وأصحاب الفضل علينا، والسلام عليكم ورحمة الله.